هو الحائل؟ الحاجز، المانع. أنا هذا الجلد الآن ترونه ولا لا؟ هذا الجلد موجود. الأصل لما يكون الحاجة مكشوفة، العضو مكشوف إنه بيتغسل. طب إذا كان العضو متغطي لعلة، يبقى خرجنا من الغسل، لأن الغسل لا يكون إلا لإيه؟ لأصل العضو. يبقى دخلنا في الإيه؟ في المسح. حوائل هذه مختلفة، منها ما يكون في الإيه؟ في القدم، وهو أكثر الحوائل، لأن الإنسان يعني غالبا ما يلبس في قدمه الإيه؟ الخف أو الجورب أو النعل. ومنها ما يكون على الرأس، ومنها ما يكون في أي موضع من مواضع البدن على عضو من أعضاء الوضوء. مثلا إنسان عنده جبيرة، ولا انكسرت رجليه وانكسرت يديه في موضع غسل الإيه؟ موضع الغسل، فبيلبس جبس أو بيلبس شيء من هذا. ولكل واحدة من هذه حكمها الخاص بها. أشهر الحوائل وأكثرها تفصيلا المسح على الإيه؟ على الخفين. خلوكم معانا، انتبهوا، نتكلم الآن على المسح على الإيه؟ على الخفين، ما نتكلم عن المسح على الجوارب، جيد؟ نتكلم فقط عن المسح على الخفين الآن. ما هو الخف؟ حد عنده خف هنا؟ أهو اخلع الخف هذا، هات الله يبارك فيك، أعطيني الخف. هذا هو الخف، هذه صفته. الخف اللي هو الإيه؟ يعني أشبه بالإيه؟ بالحذاء من ناحية أنه من جلد، وأشبه بالإيه؟ بالجورب من ناحية أنه هو إيه؟ خفيف ويلتصق بالإيه؟ يلتصق بالقدم. مصنوع من إيه الخف؟ مصنوع من جلد، نعل من أدم اللي هو الجلد، بيغطي الإيه؟ بيغطي الكعبين، يغطي الإيه؟ الكعبين. أحسنت. طيب احنا عرفنا الخف، المسح هو ايه؟ المسح على الخفين. ما هو ده لابد نعرف، انا امسح عليه منين ولا اين؟ ها، وامرار اليد على الايه؟ على الخف امرارا بسيطا. طب هذه مسألة تعبدية ولا مسألة تنظيفية؟ تعبدية. انتبهوا لهذه النقطة جيدا، يعني هذا امر تعبدي. واحد يقول لك انت بتعمل، انت الان انت بتمرر ايدك على الايه؟ لا تستفيد لما تمرر يدك على الايه؟ على الخف هذا المصنوع من الجلد. تقول له هذا امر تعبدنا الله سبحانه وتعالى ايه؟ تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه وجوزه، فنحن نفعل ذلك طاعة لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حكمة علمناها أو لم نعلمها نسلم بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. طيب الخف، المسح على الخفين، هل هو من الدين ولا من خارج الدين؟ هل هو مشروع أم غير مشروع؟ طيب أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، من أكمل طهارته يعني إيه؟ توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفين وأحدث، يعني انتقض وضوءه ولابس الخف، له أن يمسح عليهما. قال ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين روي عنه كذلك غير ذلك، يعني أنه أجاز المسح على الإيه؟ على الخفين. هناك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنهم جواز المسح على الخفين، بعض أصحاب النبي روي عنهم في بعض الأحاديث أنهم كرهوا المسح على الخفين. وهؤلاء الصحابة الذين روي عنهم هذا الأمر اللي هو كراهة المسح على الخفين، روي عنهم جواز ذلك. ثبتت مشروعيته بالسنة، بالقرآن وبالسنة. من القرآن الدليل على المسح إيه؟ قراءة وأرجلكم، اللي هي بكسر الإيه؟ بكسر أرجلكم، فامسحوا برؤوسكم، الباء هنا حرف جر، ورؤوسكم مجرور بالباء، وأرجلكم في المغسولات. لأن لما قل وأرجلكم عطفنا المنصوب على المنصوب قبل الإيه؟ قبل الرأس. إيه هو المنصوب قبل الرأس؟ اغسلوا وجوهكم
وأيديكم، هذه منصوبة، فعلى هذه القراءة وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفنا المغسول اللي هي الرجل على المغسول قبل اللي هي الايه اليد، لكن في قراءة ها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهنا أرجلكم مكسورة فتعطف على ايه؟ على المكسور قبلها، ما هو المعطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على المكسور مكسور، المجرور يعني، فهي بقراءة المجرور بقراءة الجر تعطف على ايه؟ على الرأس. طيب الرأس ممسوحة ولا مغسولة؟ ممسوحة، يبقى هنا المسح على الخفين ثابت بالايه؟ بالقرآن وبالسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يدل على مشروعية المسح على الخفين من السنة حديث همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ يعني أنت تتوضأ وتمسح الخفين تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. خلاص، السنة عندنا ايه؟ السنة عندنا ايه؟ هذا حديث ايه؟ حديث موقوف على الصحابي، يعني فعل الصحابي مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه فعل النبي، انما يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية، حتى الحركات والسكنات فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه إنما جاء إيه؟ أسلم بعد نزول آية المائدة. آية المائدة هنين؟ بعد نزول المائدة، سورة المائدة، يا المائدة يعني، اللي فيها آية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. وفعل الصحابي لما يجي بعد نزول الآية، إسلامه جاء بعد نزول الآية، وهو يحكي كيفية إيه؟ كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية التي جاء فيها الأمر بالغسل اللي هي مسألة المسح على الخفين، أن هذا إيه؟ هذا جائز وسنة. طيب، حكم المسح على الخفين إيه؟ وأيهما أفضل؟ المسح على الخفين جائز كما قلنا، لكن أيهما أفضل؟ أمسح ولا أغسل؟ طيب، تستعجلوش. قال: بالغسل جماعة، وعليه جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم قالوا: الغسل أفضل من المسح، لأن الغسل هو الأصل. وبعض أهل العلم قالوا: المسح أفضل من الإيه؟ من الغسل، كالإمام أحمد رحمه الله قال أن المسح أفضل. ليه؟ لأنه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى إيه؟ أن تؤتى رخصه. هناك قول جيد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الأمر على حسب حال الإيه؟ على حسب حال الرجل، أو على حسب حال صاحب الرجل. فإن كانت قدمه مكشوفة فالغسل أفضل له. يعني أنت الآن، إخواننا الجلسين، بعض الإخوة رحمكم الله، بعض الإخوة الآن قدمه مكشوفتان، وبعضهم قدمه مستورتان بالإيه؟ بالخف. الآن مثلا أراد أن يصلي الصلاة وأراد أن يتوضأ، فصاحب القدم المكشوفة الأفضل له أن إيه؟ أن يغسلها ولا يتعمد لبس الجورب ليمسح، وصاحب القدم المستورة الأولى له أن إيه؟ يمسح عليها ما دام لبسها على طهارة، ولا يتحرى خلع الخف ليغسله. وضحت هذه؟ طيب، المسح ده كم مدته؟ يعني امسح انا كده على طول، ها، اقعد 5 6 ايام 7 ايام 10 ايام، ها؟ ما هو القول اللي انا بقوله ده قول جماعه من اهل العلم برضو، ها، قال الامام مالك رحمه الله عنده قول، الامام الشافعي في القديم، لان الامام الشافعي ليه المذهب، القول في المذهب القديم والمذهب الجديد. ناخذ القول الامام مالك، الامام مالك يقول: ليس للمسح مده، يعني ممكن تلبس الجورب
البتاع الخف الآن أو الجورب، لأن احنا نأتي إلى الجورب بعدين، وتمسح عليه ما دامت إيه ما دمت لبسه. تقعد 4 أيام، تقعد 5 أيام، تقعد 3 2، ليس له مدة. واستدل على هذا القول بجملة من الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث لا يخلو واحد منها من مقال، فكلها ضعيفة. خلاص، الأحاديث التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله بأن أنه لا مدة للمسح على الخفين أحاديث ضعيف. لكن قول الجمهور، جماهير أهل العلم الأحناف والحنابلة والظاهرية، وفي القول الجديد المذهب الجديد عند الشافعية، قالوا بأن المسح على الخفين محدد بمدة، إذا كان مسافر له مدة، وإذا كان مقيم له مدة. استدلوا على ذلك بأحاديث، منها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني في سفر، ألا ننزع خفافنا 3، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط أو إيه، من غائط وبول ونوم. يعني فقط يلبس الإيه، يلبس الخف. وصلنا، كان يأمرهم ألا ينزعوا خفافهم مدة 3 أيام إلا من الإيه، الجنابة، لكن البول والغائط والنوم هذه إيه، لا يخلعون الخفاف منها. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال البيهقي رحمه الله: قد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة. ولذا قال ابن حزم في المحلى: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة وتكثر فيها الأسئلة: متى تبدأ مدة المسح؟ احنا قلنا يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليهن للإيه؟ للمسافر. أسألك إمتى؟ إمتى أنا أحسب المدة؟ إمتى أحسب اليوم الليلة؟ يعني أنا الآن توضأت ولبست الخف، أظل أمسح حتى متى؟ من العشاء إلى العشاء. طيب، هذه المسألة بها كم قول؟ ها؟ ليس فيها قولا واحدا، إنما فيها 5 أقوال. فيها 5 أقوال. القول الأول أن مدة المسح تبدأ من بعد اللبس. مدة المسح تبدأ من إيه؟ من بعد ما تلبس. أنت مسحت إمتى؟ توضيت إمتى؟ متى توضأت؟ في الصبح. ولبست الإيه؟ الخف. لبسته إمتى؟ الصبح. نقول لك يبقى لك بدأت المدة بتاعتك الآن على هذا القول، تبدأ المدة من الآن حتى الصبح الذي إيه؟ حتى الصبح الذي بعده، يوم وليلة، سواء مسحت أو لم تمسح. خلاص؟ سواء أنت مسحت أو لا إيه؟ أو لم تمسح. القول الثاني قالوا: تبدأ مدة المسح، مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس. أنت لبست في الصبح، ولكنك ما زلت متوضئا، وصليت بالوضوء هذا الظهر، وصليت به الإيه؟ العصر، ثم أحدثت بعد العصر. يقول لك بقى من هنا تبدأ الايه؟ تبدأ المدة من ساعة ما ينتقض وضوءك. أحدثت يعني انتقض الايه؟ انتقض. أنا هتويكم شوية، لكن هنجي في الأخير الايه؟ القول الايه؟ الراجح في المسألة، لكن انتبهوا إليها. القول الثالث قال لك: لا، هو نخرج من المسألة وليه يمسح 5 مرات بس، 5 فروض فقط. أنت مسحت فين؟ في صلاة الفجر، يبقى لك أن تمسح الإيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الذي بعده، هذه 5 فروض، 5 فرائض، ما عدا ذلك فيجب عليك أن تغسل. قول بعد ذلك قال: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، وهذا أشبه بالقول الذي قال إيه؟ أنه بعد الإيه؟ بعد الحدث. القول الأخير وهو الراجح من أقوال أهل العلم للأدلة أنه يبدأ من حين أول مسحة، من حين أول إيه؟
اول مسحه. احنا بنتكلم الان نقول المسح على الايه؟ بنقول الغسل ولا المسح؟ طيب متى يصدق عليه ان احنا مسحنا؟ انا اتوضيت الان ولبست الخف ولم امسح عليه، هل ينفع اقول انا ماسح على الخفين؟ طيب امتى اقدر اقول ان انا مسحت على الخفين؟ بعد ما امسح، صح ولا لا؟ بعد ما امسح. طيب فامسح مسحه في الحاله هذه اقول ايه؟ انا الان ماسح مش غاسل. فمن اول المسحه ديت نقول لك عندك يوم ايه؟ يوم وليله. وهذا هو القول الايه؟ وهذا هو القول الراجح لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر. يمسح النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر، خلاص، ويمسح الايه؟ ويمسح المقيم. ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير بران. طب من يعطينا صوره بقى للمساله هذه، صوره تقريبيه كده توضيحيه للقول الاخير؟ ها لا يعني هو انت لما انت بتحسبها هكذا لانك انت جالس، انك انت مثلا تذهب يعني عندك يومك معتاد، يعني تذهب الى العمل في الصباح وترجع الى الايه؟ ترجع الى البيت في المساء، فحتنام في على سريرك ما الى ذلك، بتخلع جواربك، المسائل الطبيعيه. لكن هذه المساله قد يحتاج اليها انسان يعني عنده وقت حتى الصباح، فربما ينام بحذائه. يعني مثلا لو اخواننا اللي راحوا الجيش، تبالك اللي راح الجيش يعرف المسألة هذه جيدا، يعني لما يكون عنده مناوبة ولا حاجة بيقف ساعتين خدمة ولا أربع ساعات ولا على حسب، وغيره بياخذ مكانه، وغيره بياخذ مكانه، وبيريح فقط أربع ساعات حتى يرجع يقف خدمة مرة ثانية ولا ست ساعات. فيعني بينام بحاله، بينام بحذائه، بجوربه، بكل شيء، تبالك. فالمسألة يعني ليس كل الناس يخلع حذاء، لكن بعض الناس قد يحتاج إلى اليوم والليلة. يعني أعطينا الصورة. مثلا استيقظت الصبح وتوضأت، غسلت بمعنى غسلت رجلي ولبست الخف. نعم. إلى غاية الظهر مثلا أحدث وتوضأت فمسحت يعني على الخف. نعم. من هناك يعني من صلاة الظهر سيحسب يعني المسح على الخف إلى الظهر. طب الظهر اللي بعديه داخل ولا مش داخل؟ الظهر اللي بعد داخل ولا لا؟ لا مش داخل. مش داخل، احسنت، بارك الله فيك. هنأتي صورة تانية ابعد شوي. هي الصورة اخونا اعطاها جيدة، انا توضيت في الصباح ولبست الخف، وعند الظهر انتقض الوضوء فتوضأت ثم مسحت، ابقى يجوز لي ان امسح على الخف حتى قبل صلاة الايه؟ الظهر. اذا اردت ان اصلي الظهر من اليوم الذي بعده علي ان ايه؟ ان اتوضأ، فقد مضت الايه؟ مضى اليوم والليل. إنسان توضأ في الصباح ثم صلى الصبح وظل على وضوئه حتى صلى العشاء، خلاص، في أيام الشتاء مثلا، عندنا في أيام الشتاء من الصبح للعشاء حوالي 10 ساعة، 12 ساعة يعني، أو 10 ساعات أو 12 ساعة، هو إنسان يعني هكذا، فبقي على وضوئه حتى صلى العشاء، ولما استيقظ طبعا نام، والنوم المستغرق كما قلنا من مبطلات الايه؟ الوضوء. نام فاستيقظ في اليوم الذي بعده في الصباح، اراد ان يتوضأ فتذكر انه لابس الايه؟ لابس للخف، فمسح عليه. هنا هل اليوم الذي مضى هذا من المدة ام لا؟ ليس من المدة، خلاص، فهمنا النقطة هذه. حتى يعني إيه؟ لأن بعض الإخوة يأتي يسأل فيقول أنا مسحت الصبح، ينفع أمسح العصر؟ توضيت أنا ولبست الصبح وما مسحتش، ينفع أمسح دلوقتي؟ أمسح الآن. يبقى العبرة ببداية الإيه؟ بداية المسح على الخفين، أحسنتم. طيب سؤال، نعم. هنأتي إليها، إنها مسألة مهمة، اللي هي مسألة نزع الخف واستبداله، سنأتي إليها. عندنا فقط هي مسألة كده، سؤال أهو. إذا كنت أنا مقيم ولبست خفي وشرعت في المسح عليه،
وأردت السفر، توجهت إلى الإيه؟ إلى السفر، فماذا أصنع؟ هل أمسح أتم مدة المقيم وأنا مسافر، أم أنني أتم مدة المسافر؟ واضح السؤال والله مش واضح؟ واضح السؤال؟ أنا الآن هنا في مونتريال أهو، توضيت في الصباح ولبست الخف ومسحت عليه، وعلى الساعة 10 واخد الطريق ورايح مثلا على كيبك، رايح على تروا ريفير اللي هي مسافات القصر مثلا، مسافة تفوق مسافة القصر، أوتاوا، تورونتو، أي مكان. فأنا الآن مسافر، حالتي تغيرت، فهل تغير الحالة هذه ينطبق كذلك على القدم، ولا نبدأ نقول له لا اسمع كمل بقى مدتك يوم وليلة ووقف وبعدين اغسل وليك تمسح بعد كده 3 أيام بليالهن؟ أرجح الأقوال أنه يتم، أرجح الأقوال أنه إيه؟ أنه يتم، لأن في قول قال لك يكمل يوم وليلة على أساس أنه مقيم خلاص، أو إن بمجرد سفره خلاص انقطع الإيه؟ انقطعت مدة المسح المقيم، ويغسل وبعد كده لما يبدأ سفر يكمل 3 أيام، لكن يكمل 3 إيه؟ يتم حتى 3 أيام ثم ينزع يغسل ثم يبدأ 3 أخرى وهكذا. طيب إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، العكس، أنا مسافر جاي الآن من مدينة أخرى إلى بلد إقامتي، المكان الذي أقيم فيه، وأنا مسحت في الصباح مثلا أو مسحت يوما هناك ووصلت إلى محل الإقامة، فماذا أصنع الآن؟ أحسنت، هنا بقى تفصيل. إذا كان قد أتم يوما، إذا كان قد أتم يوما في سفره، فهنا إيه؟ مجرد ما يصل إلى محل الإقامة يغسل، وإذا لم يتم يوما في سفره له أن يكمل الإيه؟ المدة اليوم الليلة اللي هو على سنه مسافر، يعني يكمل يوم وليلة ثم بعد ذلك إيه؟ يمسح يغسل ويتوضأ. شرط المسح على الخفين، شرط واحد فقط، شرط المسح الخفين هو شرط واحد اللي هو ايه؟ ان يدخلها طاهرة، ان يدخل الرجلين في الايه؟ في الخف طاهرتين، لما جاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الإذوات فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفه فقال دعهما فمسح عليهما، من توضأ فغسل إحدى رجليه. بعض الإخوة أحيانا يكون في الخدمة وحتى ما يبلل الحذاء فيغسل رجليه اليمنى ويلبس الإيه؟ الخف اليمنى، وبعدين يغسل اليسرى ويلبس اليسرى، هل هذا يجزئ أم أنه لا بد أن ينتهي من الطهارة كاملة وبعد ذلك يدخلها؟ هي مسائل سهلة، هي مسائل صغيرة، بعض الإخوة يقول لك هي مسألة لكن قد تقع فيها وقد تحتاج إليها. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، القول الأول أنه لا بد أن ينتهي من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، يبقى لا بد ينتهي الأول من الإيه؟ من الطهارة المائية ثم بعد ذلك يلبس الإيه؟ الخف. وضحت؟ قول الثاني قال لا، هي عملية ما زالت، يعني المسألة يعني يصدق عليه إنه أدخلها طاهرة، هو لبس يعني غسل واحدة ولبسها وغسل الثانية ولبسها، مش المشكلة أدخلها طاهرة ولا لا؟ أدخلها طاهرة. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، القول الثاني هو القول الراجح، لكن من استطاع أن يخرج من الخلاف فالإيه؟ فليخرج. يعني هذه مسألة لو تقدر تخرج فيها، بمعنى تتوضأ وتنتهي تماما ثم بعد ذلك إيه؟ تلبس. نعم. ما هيقول لك هو لسه في نفس العضو، هقول لك احنا العبره بما سبق، والعضو السابق مش بالعضو اللاحق. يعني انا مثلا لو غسلت وجهي فغسلت يدي، يدي اليمنى مثلا، وكان هناك امر جفت اليمنى، منه يقول لك المساله بالوجه مش بالايه، لان هذا بعض العضو، خدت بالك؟ لكن هذا القول الايه، القول مساله ان هو ادخلها، ادخل الاولى ثم الثانيه،
هذا لا حرج فيه، لكن إذا استطعت ألا تدخلهما إلا بعد الانتهاء من الوضوء تماما فهذا أحسن وأولى. مسألة التي سأل فيها أخونا نور الدين لي: لو مثلا احتجت إلى استبدال خف بخف، توضأت ولبست الخف وبعد فترة حدث شيء، قطع ولا حصل فيه مسألة ولا أردت أن أستبدله، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ إذا مسحت لا يجوز قولا واحدا، خلاص يعني لبست خفك ومسحت عليه لا يجوز وليس في هذا خلاف. لكن اختلف أهل العلم فيما إذا غيرته وما زلت على الوضوء الأول، لأن أنت ما زلت متوضي بغسل الآن، يعني غسل رجليك ما زلت لم تمسح ولبست خف وحدث فيه شيء ونزعته ولبست واحد تاني، طيب أنت التاني هكذا دخلت على طهارة ولا لا؟ على طهارة يجوز لك. أما إذا يعني إذا كانت انتقضت لا يجوز لك. وفي بعض أهل العلم قالوا لا يجوز، إذا خلعه خلاص انقضت الإيه؟ انقضت المدة. لكن القول الثاني أقوى، القول الثاني اللي هو قول إيه؟ إذا خلعه وما زال على طهارة مائية له أن إيه؟ أن يستبدله بآخر ويمسح عليه. سنأتي إليها، سنأتي إليها، انتظروا علينا بس. نفس السؤال، طيب هل يمسح، هل يمسح على الخف المخرق؟ احيانا كده الواحد يكون مثلا الخف عنده في خرق ولا في خرقين ولا فيش من هذا، في بعض يعني بعض اهل العلم واكثر هذا ما عليه اكثر الفقهاء انهم اشترطوا ان يكون الخف ساتر لمحل الفرد. بيقول لك انت بتمسح، تمسح ليه؟ لانك انت لابس حاجه ستر رجليك، فيشترط ان يكون ستر كلها، لكن اذا كشف منها شيء قالوا لا، لا يجوز الايه؟ لا يجوز. وبعضهم اشترط ان لا يكون الخرق ها كبيرا، يعني مثلا عند الشافعيه خرق 3 أصابع، ما يدخلش 3 أصابع، ان دخل 3 أصابع لا يجوز، قل لك هذا ما ينفعش خلاص. لكن القول الراجح في هذه المساله انه ليس بشرط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرد، فيجوز لك أن تمسح على الخف ولو كشف شيء من قدمك، لكن العبرة بالإيه؟ ها؟ بالحكم، بالنظر. نوضح هذه المسألة. أنا الآن أنظر إليك وأنت لابس خف في رجليك، أقول هذا لابس خف ولا لابس خرقة ولا قطعة جلد؟ أنا منذر لابس خف أهو في رجليه مش متقطع ولا حاجة. أنا لما أقول أي واحد ينظر إليه لأنه هذا لابس خف ولا لابس جلد في رجليه؟ خف. طب جي واحد تاني عنده نص الخف متاكل ولا مقطوع ولا ما، لما أنا أحكم عليه بعيني أقول هذا إيه؟ يا عم أنت لابس إيه؟ هقول له أنت لابس الخف ولا أنت لابس جلد في رجليك؟ ما دام يصدق عليه اسم الخف يجوز، لكن إذا خرج عن هذا المسمى لا يجوز. ممكن يكون أكثر من 5 خروق 6 خروق ولكن لا تدخل 3 أصابع، لكن أنا أشوف أقول هذا مش خف هذا، وضحت؟ وممكن أن يكون الخرق إيه كبير ولكن يبقى معه اسم الإيه الخف، فالعبرة بهذه المسألة. نعم؟ لا إحنا مش محل المسح، محل الفرد اللي هي من الكعبين وداخل الإيه التجويد يعني القدم كلها، وضحت؟ فهذه الإيه هذا العبرة بهذه المسألة. إذا كان ما زلنا نقول عليه خف يجوز لنا أن نمسح عليه، لكن خرج عن هذا المسمى ألا يجوز لنا. طب إيه هي الطريقة، طريقة المسح؟ قلنا المسح هذه مسألة تعبدية، وكيفية المسح كذلك مسألة توقيفية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز لي أن أعمل فيها إيه عقلي ولا أعمل فيها برأيي، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الإيه، لو كان الدين بالإيه بالرأي أو بالعقل لكان مسح باطن أسفل النعل ها أسفل الخف أولى من مسح الظاهر بالعقل كده. أنت لو ماشي الآن في الشارع ورجليك مكشوفة، جيد، اللي بيتسخ من رجليك إيه؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. فلو كانت المسألة مسألة عقلية يبقى لازم أنظف اللي تحت، ولذلك قلنا في البداية أن المسح مش مسألة تنظيف، هذه مسألة تعبدية.
طيب كيفية المسح؟ المسح إنما يكون على ظاهر الإيه؟ على ظاهر الخف. هذه اليد، هذا الخف موجود، هذه القدم، وأنت لابس الخف تمرر إيدك على الإيه؟ على الخف من فوق. الإخوة بقى اللي بيمسح من تحت ويمسح من فوق ويغلف، ها؟ هذا ليس من السنة. وإن كان هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الأدلة فيها ضعيفة يعني. كان هناك قول إن المسح يكون من أعلى ومن أسفل، لكن هذا ليس بإيه؟ ليس بصحيح. أنا هذا قول الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي، وإن اقتصر على هو قال يمسح من فوق ومن تحت، وإن اقتصر على أعلاه أجزأه، يعني اقتصر على فوق فقط يجزئ، لكن اقتصر على تحت لا يجزئ. لكن الراجح أنه إيه؟ أنه يمسح على ظاهر الخف. المالكية والشافعية استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، فمسح أسفل الخف وإيه وأعلاه. لو كان هذا حديثا صحيحا لا انتهت المسألة، لكنه حديث إيه؟ حديث ضعيف وليس بصحيح. بل الثابت عن المغيرة بن شعبة الذي روى هذا الحديث، الثابت عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الإيه الخفين، هو نفس الراوي يعني. والحديث الثاني هذا صحيح حديث حسن، فلا يكون مسح إلا على الأعلى. طيب أنا ماسح الآن ومسحت وعرفت الخف وصفته وما إلى ذلك والمدة والكيفية، متى يبطل المسح؟ متى الآن يجب علي أن نخلع الخف هذا وأتوضأ؟ ها نعيد كده مع واحد مع بعض. الجنابة، فاكرين الحديث اللي مر إلا من إيه؟ من جنابة. إذا احتلم الإنسان أو أتى أهله أو ما إلى ذلك، هنا نقول لو لبس خف نقول اخلع، لا يجوز لك أن تتم المسح عليه حتى ولو لم يمسح، لأنه سيغتسل. والمسح في الاغتسال لا يقوم مقام الإيه؟ لا يقوم مقام غسل الرجلين أبدا، هذا في الوضوء فقط، خلاص هذه واحدة. ثانيا نزع الخف والإحداث قبله، وضحت؟ نزع الخف والإحداث قبله، الإحداث قبل ما إيه؟ ما تتوضأ. لكن لو نزعته وأنت ما زلت متوضئ ثم لبسته مرة ثانية، ها يجوز لك أنت إيه؟ أن تمسح عليه. هذان هما الإيه؟ هذان هما المبطلان. هناك مسألة مهمة ويسأل فيها كثير من الإخوة، هل بالضرورة إذا انقضت مدة المسح مثلا، وطبعا هذه من الايه من المبطلات كذلك، انقضاء الايه انقضاء المدة، اذا انقضت مدة المسح ينتقد الوضوء؟ نضرب لذلك مثال حتى تتضح المسألة. انا الان توضأت وغسلت قدمي وجاء الفرض الذي بعده وكنت قد احدثت فتوضأت ومسحت لصلاة الظهر، أنا كنت في الخارج صليت الظهر ورجعت مثلا البيت ولا شيء من هذا، ولا خرجت للخارج وجيت خلعت الايه خلعت الخف من رجلي وانا ما زلت متوضئ، يعني لم ينتقد وضوئي، هل يجوز لي ان اصلي ولا لابد ان اتوضأ ما دمت خلعت الخف؟ اعلم ان بعض الاخوة يظنون ان انتهاء المدة او خلع الخف معناه انتقاد الوضوء، فربما يكون متوضئا، يعني أتاني من سألني قبله وقد ضيع الفريضة، يعني تخيل شوف عدم الفقه قد يؤدي إليه، ضيع فرض بسبب عدم فهم هذه المسألة، كان في العمل وكان متوضئا ومسح على خفه جيد وكان عنده المجال إنه يتوضأ، ولكن ذهب إلى مكان آخر وليس فيه ماء وهو ما زال على الوضوء الأول ولكنه خلع الخف وامتنع عن الصلاة لأنه مش متوضئ وهو ما زال متوضئ وضيع الفريضة، فهذا لا يصح. ليس معنى أن الوضوء أن المسح على الخف انتقض معنى كده أن الوضوء كذلك إيه الوضوء كذلك. طيب المسح على الجوربين والنعلين، المسح على الجوربين، الجوربان هما ما يلبسه الإنسان في قدمه سواء كان مصنوعا من صوف أو من قماش أو من قطن أو من كتان أو غير ذلك. وما يعرف عندنا بالإيه؟ ها؟ كلاست بالإيه بالفرنسية ولا ها؟ تونسي كلاست؟
بالفرنسية شو سيت؟ وعندنا عندنا نقول عليه الشراب أو الجورب. لا مشاحة في الإيه؟ لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح كلها الفظ تؤدي إلى معنى واحد. التقاشف عند أخواننا الجزائريين. خلاص؟ طيب خلونا هنا. المسألة هذه مسألة مهمة. ليه؟ لأن في بعض الأقوال موجودة سنذكرها بعدم جواز المسح على الخف على الايه على الجوارب. تقول له بقى مصنوع من صوف، مصنوع من قماش، مصنوع من خيش، هو عنده مصنوع من جلده فقط، ما عدا ذلك لا يجوز. طيب وهذه المسألة وهذا رأي الايه، خلي بالكم المسألة هذه انتبهوا لي جيدا، هذا قول الإمام أبو حنيفة ثم رجع عنه. إن ننتبه إلى هذه النقطة بصدق. أن عندي إخواننا مثلا اللي هم يعني يستمسكون بالمذهب الحنفي جيد، عندهم تمسح على جورب ما يصليش خلفك، لو أنت إمام لا يصلي خلفك خلاص. وعنده لا يجوز له أن يمسح على الشراب اللي هو القماش أو لإيه، لأنه هو القول عنده قول الإمام أبو حنيفة أنه لابد أن يكون مصنوع من جلد، وقد رجع الإمام أبو حنيفة عن هذا الإيه عن هذا القول. وكذا قول الإمام الشافعي، قالوا لأن الجورب لا يسمى خفا فلا يأخذ حكمه ولا يثبت في المسح على الجوربين حديث. قالوا لما عندناش حديث ثابت في المسح على الجوربين فلذلك لا يجوز الإيه المسح، عندنا فقط المصنوع من جلد. لكن القول الثاني، وأنا قلت لكم ممكن ذكرت هذا سابقا، كنت أول ما أتيت إلى مدينة مونتريال، كنت في مدينة كيبك، وأتيت إلى مدينة مونتريال فذهبت مع أحد إخواننا يعني حضراتنا الصلاة، فدخلنا يعني أحد المساجد يعني عند إخواننا يعني من يستمسكون بالمذهب الإيه بالمذهب الحنفي، فدخلت لأتوضأ وأنا قد لبست الجورب ونمسح عليه. وفي المسجد مكان الوضوء مكشوف على مكان الصلاة، يعني وأنت تتوضأ يراك كل الجالس خلاص. فأخونا اللي كان معي توضأ فغسل رجلي، ثم هم كانوا يعرفونه في المسجد ما كانوا يعرفونني، لكن ظاهر بالجلبية والطقية وإلى ذلك. فالمهم ذهبت أنا للوضوء فوقف شوية وبعدين سمعت إقامة الصلاة، صلينا وأنا مسحت وصلينا. فبعدما انتهينا من الصلاة أخونا اللي كان معي فقال لي معلش يا شيخ أنا دخلت صليت لأن الإخوة يعني دفعوني لأصلي، أن مسألة الغسل على الإيه مسح، هم شافوك بتمسح كانوا منتظرينك حتى تصلي، لكن شافوك بتمسح على الإيه على الجورب فدفعوني إلى الصلاة خلاص. فهذه مسألة يعني بغض النظر عن الأحناف أو غيرهم، احنا هذا الكلام لو تتذكرون في أول درس لنا معنا في فقه، لو ترجعوا للدرس تكلمنا عن أقوال الأئمة، سواء الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، كلهم يدفعون الناس إلى إيه؟ إلى الأخذ بالأدلة. ما يدفعونهم إلى الأخذ بأقوالهم هم أبدا. ما في إمام من الأئمة قال خذوا بقولي، لكن دائما يقول خذوا بالإيه بما صح، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن رأيتموني أقول بخلاف ما قال رسول الله فخذوا بقولي واضربوا بقولي عرض الإيه عرض الحائط. لكن هناك بعض الناس متعصبون فعلا، يعني تجد بعض الناس متعصبين تعصب أعمى، سواء كان للأحناف أو للمالكية أو للشافعية أو للحنابلة، وهذا لا يصح ولا يجوز. الجماعة المالكية والشافعية والأحناف في هذه المسألة قالوا لم يثبت فيها إيه، هم دليلهم إيه عدم الدليل، دليلهم أنه ما في دليل. طيب في دليل في المسألة وفي حديث في المسألة، أهو يجوز المسح عليهما اللي هو القول الثاني مذهب الحسن وابن المسيب والإمام أحمد وفقهاء الحنفية. خلي بالك من الكلام هذا، احنا قلنا هناك الايه الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك فرق بين من ينسب إلى المذهب وبين من هو فقيه في المذهب. القول الثاني هذا اللي هو يقول بجواز المسح على الجوربين، هذا قول الحسن وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل
وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا على ذلك بأدلة، خلاص استدلوا على ذلك بإيه؟ بأدلة. مما حديث المغيرة بن شعبة قال أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. والكلام ده عربي ولا انجليزي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الجوربان، وهو يعني هو الفصيح البليغ، اذا قال كلمه فيقصدها. لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم الخفين قال الايه؟ الخفين. لكن الجوربان معناه انهم الايه؟ انهما الجوربان. وعن الازرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ يعني كأنه هو إيه استنكر هذه المسألة. فقال أتمسح، قلت أتمسح عليهما؟ قال إنهما خفان ولكن من صوف. إنهما خفان ولكن من إيه؟ من صوف. لأن هذا هو القول الثالث، والقول الأول لابد أن يكون من إيه؟ من جلد. القول الثاني اللي احنا ذكرناه قبل، اللي هو اللي احنا نازلنا نتكلم فيه، لابد ان يكون ايه؟ يجزئ، لكن شرط ان يكون ها سميكين. القول الثالث يجزئ اي جورب ولو رقيق، اي جورب ولو ايه؟ ولو رقيق. واستدل على ذلك بايه؟ بادله. وهذا القول الثالث واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والعلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والعلامه الشنقيطي وغيرهم من اهل العلم، وهو الراجح. عن الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك، خلاص هذا الحديث ذكرناه قلناه، يعني أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكن من صوف. من الأدلة على جواز المسح على الجوربين أنه ثبت القول بالمسح على الجوربين، ثبت القول أن 11 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. يعني هذه المسألة، هذا القول ثابت عن 11 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأنس وغيرهم من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس لهم مخالف في عصرهم، فكان هذا إجماعا. والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة. طيب، إذا لبس جوربا فوق جورب، السؤال هذا ليه حالات؟ معلش انا طولت النهارده شويه، طولنا شويه، طب ناخد كمان 10 دقائق فقط وننهي ان شاء الله. اذا توضأ ثم لبس جورب فوق جورب، هذا ليه حالات؟ الحاله الاولى ان يتوضأ ثم يلبس الجوربين مره واحده، خلاص يلبس الاول ويلبس الايه ويلبس مع بعض، او عنده الجوربين مع بعض يجي لابسهم. يعني بعض الاخوه مثلا في ايام الشتاء بيلبس جوربين وهم يخلعهم مع بعض يلبسهم مع بعض، خلاص في هذه الحاله يجوز له اذا يعني اذا احدث ان يمسح على الاعلى منهما، لا حرج يمسح على الايه؟ على اللي فوق. وهذا مذهب الحنفيه والراجح عند المالكيه والحنابله، والقول القديم للشافعيه، وخالفهم في الايه؟ الامام الشافعي وخالفهم في الجديد. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، إذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما، خلاص توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح، يعني الحالة الأولى خلاص توضأ لبس جوربين مسح عليهما ثم نزع اللي فوق، هل يجوز أن يمسح على الأسفل أم لا؟ جاز له إتمام مدة المسح على الإيه؟ على الأسفل، ولا حرج في ذلك. الحالة الثالثة، إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث حتى لبس عليه آخر، مسح على أيه ما شاء. توضأت أنا في الصباح في الفجر ولبست جوربا جيد، وخرجت إلى العمل، ولا خرجت أقضي مسألة ورجعت الجو بارد، فلبست جوربا آخر وما زلت متوضئ، طيب هل يجوز لي بعد ذلك أن أمسح على اللي فوق؟ أمسح على اللي فوق. طيب لو خلعت اللي فوق أمسح على اللي تحت؟ على الأسفل يعني نمسح على اللي تحت ولا حرج في ذلك. الحالة الرابعة، إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، توضأت في الصباح ولبست جوربا وعند الظهيرة توضأت ومسحت عليه
ولما رجعت إلى البيت مثلا ها لبست عليه جوربا آخر وحان وقت الإيه العصر وقد ذهب الوضوء وأردت أن أتوضأ، هل يجوز لي أن أمسح على الأعلى أم أنه لابد أن أخلع الأعلى وأمسح الأدنى؟ خلاص، فإن كان على طهارة صح، وإن لم يكن على طهارة لم يصح. نقول له إمتى لما لبست الجورب التاني كنت متوضئ؟ ما نتكلمش الآن على طهارة مائية ولا طهارة إيه مسحية، هل كنت متوضئ؟ نعم كنت متوضئا. خلاص، ولبست الثاني وأنت على وضوء؟ نعم، إذن يجوز لك أن تمسح عليها. طيب إذا كان انتقض وضوء وأنا لبست وأنا غير متوضئ، نقول له لا، اخلع اللي فوق وامسح على الإيه وامسح على اللي تحت. خلاص، المسح على النعلين. تقدم في الحديث حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والإيه والنعلين، فالمسح على النعلين ثابت جيد. وهذا الأمر يحتمل أمرين، هذا القول بصحة المسح على النعلين يحتمل أمرين. الأول أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين ومسح عليهما، فيكون حكمهما معا كما تقدم في الإيه لبس جورب على إيه على جورب. أنا توضيت ولبست الجورب ولبست فقمون النعل على حسب الحالة بقى، سواء لبست النعل معه مباشرة أو ولا مثلا لبست النعل قبل أم أمسح، ولا لبست النعل بعدما مسحت ولكن ما زلت إيه ما زلت متوضئ، في أي حالة من هذه يجزئك أن تمسح على الإيه على النعل. الحالة الثانية أن يكون المغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مرة على الجوربين وأخرى على النعلين. ما هو الحديث اللي المغيرة بن أبي شعبة رضي الله عنه وارضاه قال إيه ابن شعبة رأي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، فما بقول حاجة من اثنين، يا إما إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس جوربين ولابس نعلين ومسح على النعلين، تبالك في حالة واحدة، وإما إنه مرة شافه بيمسح على الجوربين ومرة شافه بيمسح على الإيه النعلين، فيكون المسح على النعلين مستقل، بمعنى انه يجوز لك اذا لبست النعلين بدون جوارب انك انت تمسح عليه. شفت الفايده جت منين؟ ها، ما هو خلاص احنا ما قلناش فيه، قلنا ما فيش خلاف انك انت لو لبست النعل فوق الجورب ان تمسح على النعل، لكن لو لبست النعل من غير جورب امسح عليه؟ ها، هنا الراجح من اقوال اهل العلم انه يجوز لك ان تمسح عليه. اللي عنده سؤال بس يخليه دقيقه واحده. خلاص، المسح على غطاء الراس على العمامة، في فرق بين العمامة والشيء اللي بتلبسه كده خفيف يعني طاقية بنلبسها نخلعها كلام من ده، ها، لكن العمامة اللي هي مشدودة دي، ها، المسح على العمامة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني القول بجواز المسح على العمامة قال به الإمام أحمد وإسحاق أبي ثور الأوزاعي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول أبي بكر الصديق وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة، استدلوا على ذلك بأدلة، منها عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، مسح على الخفين والإيه والعمامة، مثل عن المغيرة بن شعبة عن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار اللي هو الإيه اللي فوق الإيه الذي يكون غطاء الإيه غطاء الرأس، بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي أنه لا يمسح على العمامة وحدها. خلاص، لا، قال لك يعني ممكن نستقل بالمسح على العمامة، هذا القول الأول. القول الثاني قال لك لا، العمامة لازم ترجع لورا كده ويمسح على الإيه على شوية من قدام وبعد كده يكمل على الإيه يكمل على العمامة، واستدلوا كذلك بإيه بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا لثبوت الإيه الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسح المرأة على الخمار، مرأة تلبس خمارها هل يجوز أن تمسح عليه أم أنها لابد أن تخلع الخمار وتمسح على شعرها؟ إن خافت المرأة من البرد ونحوه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه خلاف، يعني إن كان فيها حاجة بتحتاج إلى هذا لبرد أو غيره تمسح، مش محتاجة ويعني تستطيع أن تنزع خمارها ففيه خلاف، الراجح أنه تنزعه والله تعالى أعلى وأعلم. المسح على القلنصوة أو الطقية العادية، خلاص اللي أنا لابسها هذه، هل يجوز؟ جماهير أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز المسح في الوضوء على القلنصوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها، لعل في العمامة أن الإنسان عشان ينزعها ويفك اللفة دي ويقعد يلف ها ففيها مشقة، لكن ها
الطائية ده أنا مسحتها خلعتها، سهلة ولا صعبة؟ سهلة، فما فيهاش مشقة فلا يعدل عنه إلى ذلك. بينما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم إلى جواز المسح على القلنصوة، لأنه لما مسح صلى الله عليه وسلم على الإمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، يعني يجوز أنك أنت تمسح عليها، وهذا والله أعلم هو الإيه هو الصواب. لا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها، خلاص يعني ما يشترطش. يقول لك انت لابسها مسح راسك قبل ما تلبسها ولا لا؟ ها، ليس بشرط، يعني ليس بشرط هذه المساله. وليس هناك توقيت لمده المسح على الايه على اغطيه الراس، ما فيهاش توقيت، يعني مش نقول لك امسح على غطاء الراس يوم بليله ولا ثلاث ايام بلياليها كالخف، لا، يجوز لك الانسان ان يمسح عليها ما دام معمما ولا شيء في ذلك. المسح على الجبائر، والجبائر اللي هي العيدان يعني الجبس او الجبيرة اللي بتكون في القدم او في اليد او ما الى ذلك، محل الفرض في ذراعين او غيرهما، هذا جائز، وهذا يستعيض به الانسان عن غسل الايه عن غسل الموضع، ويفرق اذا ما كانت الجبيرة تستوعب الفرض كله، يعني مثلا الجبيرة في ايدك كلها، وبينما اذا كانت في بعض الفرض، يعني واحد مثلا عنده اليد هذه مثلا كسرت ولا شيء فيها ولففها بشيء ولا عليها جبيرة، ولكن باقي اليد موجودة، فلا يجوز انه نقول له هذه امسح على هذه فقط ويجزئك عن هذه، لكن يغسل المكشوف ويمسح على الايه ويمسح على المستور. وضحت هذه يا اخواننا؟ ولا يشترط، احنا ما قلنا يغسل مش لازم يرش، يعني اذا كان مثلا هو اذا كان الماء خاف ان يدخل هنا، والاصل يعني ليس بالضرورة ان يعني يأتي من عند العضو اللي فيه مشكلة ويدلك خلاص ويجفف هذا بالماء، ولا يصل الماء الى الايه الى هذا الامر. الادله على ذلك كثيره من السنه، من حديث جابر في الذي اصابته الشجه في راسه، ولكنه حديث ضعيف، ولكن هناك من الاحاديث حديث اسناده صحيح عن عبد الله بن عمر قال: من كان له جرح معصوب عليه توضا ومسح على العصائب ويغسل ما حول الايه العصائب. وضحت هذه؟ ويغسل ما حول العصائب. طيب، المسح على الجبيرة يجزئ في الوضوء والغسل على السواء، يعني ما نقولوش انت يعني لازم تخلع الجبيرة وتغتسل اذا اصابته جنابة، لا، يجوز له ان يمسح على الجبيرة مع الغسل. واحد مثلا عنده ذراع مكسور ولا شيء بيغتسل، بيباعد ذراعه بعيد ويتم غسله، ثم يمسح مكان الايه يمسح على جبيرته. لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، وليس فيها كذلك توقيت. لا يشترط أن تضع الجبيرة على طهارة ولا يشترط فيها توقيت. اللفائف الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبائر، اللفيفة الطبية ممكن ما تكونش جبس، ممكن ما تكونش عيدان، قد تكون اللفافة واحد إيديه مثلا ملوية فلفين له عليها رباط، أو مثلا عنده حاجة في إيده حاطين عليها لصقة أو لصقة أو شيء من هذا، فبتاخذ حكم الإيه تأخذ حكم الجبائر. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الممسوحات، وإن شاء الله في الأسبوع القابل نتحدث عن الغسل، خلاص الغسل، وإن شاء الله نجتهد أن نأتي بالتيمم حتى ندخل إلى الصلاة إن شاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وسوء، وجزاكم الله خيرا، ولو كان هناك أسئلة فمرحبا.